ودلوقتي مشاهدينا وصلنا معاكم لجولتنا الصحفية المتنوعة اللي بنستعرض فيها عدد من منشطات صحف القاهرة الصادرة اليوم. بنبتدي معاكم من جريدة الأهرام ومن صفحتها الأولى بنطالع. السيسي: موقف مصر ثابت تجاه حل القضية الفلسطينية ولا بديل عن المفاوضات المباشرة للتوصل إلى إطار شامل للتسوية الدائمة. الرئيس الفلسطيني أبو مازن: بنقدر الجهود المصرية في دفع المصالحة وبناء الثقة بين الفلسطينيين جميعا. طيب، عندنا خبر من الصفحة الخامسة من جريدة الأخبار: وزراء الخارجية العرب يرفضون خطة ترامب ويحذرون إسرائيل. وأبو مازن: تحية لكل الشعوب العربية وشكري، أيدينا ممدودة بالسلام لأي طرف جد. ومعنا للتعليق مشاهدينا الأستاذ خالد العسوي الكاتب الصحفي بوكالة أنباء الشرق الأوسط. أهلا بحضرتك يا أستاذ خالد، وبرؤية حضرتك لما تم إعلانه بالأمس في مؤتمر وزراء الخارجية العرب، تحديدا فيما يتعلق طبعا بصفقة السلام أو خطة السلام. أهلا بك يا فندم على الفحص وكل المشاهدين الكرام. أنا أعتقد أن بالأمس كانت هناك وقفة عربية موحدة اتجاه الخطة التي أعلنتها الولايات المتحدة الأمريكية بشأن السلام في منطقة الشرق الأوسط أو الصراع الإسرائيلي الفلسطيني. وأعتقد أن موقف مصر الثابت الذي وضح وكان جليا منذ الساعات الأولى للإعلان عن هذه الخطة وفكرة أن تكون مصر مع أي مبادرة لدفع عملية السلام، مع الاحتفاظ مع حقوق الشعب الفلسطيني كاملة وفقا للقرارات الشرعية الدولية. وأعتقد أن ده موقف مصر الثابت والواضح منذ يعني أخذ على عاتقها القضية الفلسطينية، وده تاريخ ربما لا يستطيع أحد أن يسرده في مكالمات أو حلقات، ولكن موقف مصر واضح وصريح وثابت منذ يعني تروع هذه القضية إلى الشمس. وهي قضية أن مصر دائما وأبدا مع السلام، مصر دائما وأبدا مع أي جهد يؤدي إلى حلحلة عملية السلام، مصر مع القرارات الشرعية الدولية الثابتة للقضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة التي كلفتها له قرارات الأمم المتحدة ومبادرة العربية، وهو إقامة دولة فلسطينية على حدود 67 وعاصمتها القدس الشرقية. أعتقد أن موقف مصر كان منذ مباحثات الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس بالامس كانت واضحه وصريحه، وانه يسعى دائما وابدا الى انهاء حاله الجمود في عمليه السلام. انا اعتقد ان الفكره الواضحه والصريحه التي يمكن ان نتبناها. طيب استاذ خالد، يعني في ظل طبعا الرفض العربي والموقف العربي الرافض وكذلك الموقف الرافض من الاخوه الفلسطينيين والمظاهرات اللي موجوده الان في كل مكان في فلسطين، وأبو مازن صرح بالأمس أن سيكون هناك قطع العلاقات مع أمريكا في الفترة القادمة وكذلك قطع العلاقات مع إسرائيل واللجوء إلى مجلس الأمن والأمم المتحدة في الفترة القادمة لإعلانهم لرفض الخطة بشكل كبير ولا بديل عن الخطة العربية كحد أدنى، كمان يعني مش حد أقصى، لا كحد أدنى للتسوية مع الإسرائيل. بوجهة نظرك ما التداعيات التي ستكون أو يترتب عليها ما هو قادم إن شاء الله؟ شوف، عشان اكون واضح وصريح، ان موقف رئيس محمود عباس هو موقف يعني شعبي وواضح وصريح وموقف وطني، لكن الامور على ارض الواقع غير هذا تماما. اسرائيل لا يعني لا يعتريها اذا كانت تقوم معها علاقات ام لا، الاداره الامريكيه نفس الوضع، وهذه يعني اجراءات دائما وابدا ما تتخذها السلطه الفلسطينيه ازاء هذه الاوضاع. لكن انا اعتقد ان الان بات واضحا ان هناك يعني رغبه لاقامه يعني القضية الفلسطينية إلى ما كانت عليه منذ عام 2011، والقضية الفلسطينية أصبحت في مرمى آخر وبعيدا عن الأنظار وأصبحت غير واضحة المعالم وغير موجودة على الساحة الدولية. الآن أصبحت القضية الفلسطينية وبعد الخطة التي أعلنتها الإدارة الأمريكية أصبحت الآن في إطار قوة الدفع الحقيقية لعملية السلام. أنا أعتقد أننا ينبغي أن كمجتمع عربي ودولي وإقليمي أيضا أن نتبنى فكرة حلحلة عملية السلام وإدخال عملية السلام في حالة الدفء إلى حد ما، سواء كنا يعني مع أو ضد هذه الخطة، لكن أعتقد أن الإطار الذي يمكن أن نتحرك فيه الآن هو فكرة كيف يمكن التفاوض على هذه الخطة، كيف يمكن إقامة دولة فلسطينية حقيقية على حدود 67، كيف يمكن أن يكون هناك حفاظ بحقوق الشعب الفلسطيني، كيف يمكن أن تكون هناك حلحلة حقيقية لعملية السلام. أعتقد أن الفرصة الآن باتت واضحة وصريحة ويجب أن نتعامل عليها، ويجب أن يكون هناك التحرك الدولي والإقليمي والمحلي في فلسطين على هذا الاتجاه.
اشكرك شكرا جزيلا استاذ خالد العيسى والكاتب الصحفي بوكاله انباء الشرق الاوسط، شكرا جزيلا لحضرتك. هنروح مشاهدينا لجريده الجمهوريه، ومن الصفحه الثالثه بنطالع توجيهات رئاسيه للاهتمام باصحاب المعاشات. الماليه سددنا 58% من اموال التامينات باجمالي 94 مليار جنيه والباقي قبل يوليو القادم، وده طبعا بيشير الى ان وزاره الماليه حريصه على سرعه تنفيذ هذا الاتفاق اللي بيتيح لهيئه التامينات لاول مره تدفقات ماليه ضخمه حتى تتمكن من اداء رسالتها في خدمه اصحاب المعاشات والمستحقين عنهم والمؤمن عليهم والوفاء ايضا بكامل التزاماتها الماليه والادبيه تجاههم. طيب من الصفحة الأولى من جريدة المصري اليوم بنشوف إحالة أوراق عشماوي و36 متهم من أنصار بيت المقدس إلى فضيلة المفتي والقاضي اغتالوا رجال الشرطة وقتلوا المواطنين. طبعا يعني الكل كان منتظر ذلك بشغف كبير، يعني أن احنا نشوف كل من تلطخت يده بالدماء يكون يعني في قفص الاتهام ومن بعدها طبعا مباشرة ينفذ فيه حكم الإعدام هشام عشماوي ومن معه يستحقون ذلك. هنروح للأهرام، ومن الصفحة الأولى مستشفى لاستقبال العائدين من الصين، الصحة العالمية تستعرض تطورات كورونا وبكين تعوض المتضررين. في تفاصيل الخبر أن الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان أكدت أن خطة متابعة فيروس كورونا المستجد بتسير في الاتجاه الصحيح وفقا للإجراءات اللي تم اتخاذها لمنع دخوله للبلاد، وأضافت أنه الحمد لله لا توجد حتى الآن حالات إصابة بالفيروس في مصر، وأنه تقرر تجهيز مستشفى لفيروس كورونا لاستقبال الحالات المشتبه في إصابتها بها من المصريين العائدين من الصين مع اتخاذ الإجراءات اللازمة لتوفير سبل الإعاشة والإقامة خلال فترة حضانة المرض. أنه وأشارت أنه هناك 345 مصري يعيشون في مقاطعة ووهان الصينية، والدولة على استعداد كامل لعودة من يرغب منهم في العودة لمصر تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي. طيب الخبر الآخر من جريدة الأخبار، العفو الرئاسي بيشمل 129 والإفراج الشرطي عن 369 والمفرج عنهم الإخوان استغلونا، 498 سجين يتنفسون نسيم الحرية من جديد، حيث أفرجت وزارة الداخلية عن 498 من وزراء السجون تنفيذا لقرار رئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة عيد الشرطة 68. من جريدة الجمهورية مشاهدينا، ومن الصفحة الأولى بنطالع تعداد سكان الداخل 100 مليون نسمة الأسبوع القادم. كشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن وصول عدد سكان مصر الأسبوع القادم إلى 100 مليون نسمة وفقا للساعة السكانية، بينما بلغ حتى العاشرة من صباح أمس 99 مليون و945 ألف و100 نسمة. عايزين نعرف مين هو رقم مليون ده؟ مليون. رقم 100 مليون ده رقم مميز. طيب معنا دكتورة هالة منصور استاذ علم الاجتماع، برحب بيك دكتورة هالة. اهلا بحضرتك. اهلا وسهلا دكتورة، اهلا بيك دكتورة هالة. طبعا يعني احنا خلاص وصلنا لنادي ال 100 مليون زي ما بيقولوا، يعني خلاص هنحطي خلال ان شاء الله الساعات القادمه. ربنا يبارك، ربنا يبارك ان شاء الله، يبارك ويحفظ ويحفظ الشعب المصري كله. ربنا يبارك في المصريين يا رب. طيب دكتورة هالة، شايفه حضرتك ممكن الاستغلال الامثل لهذا الرقم ازاي، وازاي ممكن نستغل طبعا طاقه المصريين باعتبار ان حوالي 60% من الشعب المصري من الشباب، وده اللي بيفتقر كثير من الدول ليه؟ بالظبط، هو حضرتك طبعا يعني القضيه السكانيه ليها ثلاث ابعاد، البعد الاول الكثافه اللي هو العدد، البعد الثاني التوزيع اللي هو توزيع السكان بشكل جيد على المساحه بتاعت المجتمع، البعد الثالث النوعيه. وفي الحقيقه انا هركز قوي على بعد النوعيه. يعني اذا احنا قدرنا ان ال 100 مليون دول او ان قطاع الشباب اللي سيادتك بنتكلم عليه يكون فعلا قادر على ان هو يدور عجله التنميه، فهيبقى ال 100 مليون دول ثروه مش عبء. لكن لو كانوا الطبقه او الاغلبيه في الطبقه الضعيفه اللي هي التعليم فيها مش جيد، الصحه، الاهتمام بالانسان، هيبقى في مشكله كبيره او هيمثلوا عبء على الافراد القادرين. ومن هنا بنقول لازم نوجه البرامج بتاعتنا بدرجه كبيره جدا، برامج تنظيم الاسره او برامج الوعي السكاني او برامج التنميه بشكل كبير للطبقه البسيطه اللي هي بتنجب حتى الان باعداد كبيره جدا واللي هي بتشكل عبء على عمليه التنميه. فهنا لازم نهتم بالشريحه دي اكتر. نهتم بيها ازاي؟ مش مجرد ان احنا ندي لها فلوس او ندي لها معونات، لا، نعمل لها نوع من انواع التمكين.
بدرجة من التعليم تتناسب معها من نحو أمية، درجة من الأنشطة الاقتصادية أو الأنشطة الثقافية اللي تتناسب معها. في الحقيقة لازم نجرم التسول تجريم فعلي، لازم نقضي على فكرة تسول الأطفال في الشوارع، وإذا كان ولا بد من عمالة الأطفال في بعض الأسر أو في بعض الشرايح المجتمعية، يبقى احنا بنعمل عمل في إطار مدارس اليوم الواحد، يبقى في تعليم وفي عمل وفي إنتاج وفي تدريب. إذا ما قدرناش نوصل للطبقة دي بالبرامج بتاعتنا وبالتوعية، يبقى احنا أمام عبء سكاني خطير جدا في الفترات القادمة، وتشوه للهرم السكاني المصري، لأن هيبقى أغلبيته من هذه الطبقة أو من هذه الشريحة في الطبقة الاجتماعية. طيب دكتورة هلا، بالنسبة للخبر برضو أنه في محافظات هي الأعلى كثافة طبعا سكانية، وعلى رأسها القاهرة والجيزة والشرقية، زي حضرتك الجميلة نقلتني للبعد الثاني على طول. اللي هو بعد التوزيع. اللي هو بعد التوزيع، ان احنا لازم نوزع السكان توزيع عادل على المجتمع. نرفع مستوى الخدمات في بعض المحافظات، نخف شوية من المركزية في المدن الرئيسية زي القاهرة وزي الاسكندرية، لانه هنا بحيث ان احنا نقلل من عملية الهجرة الداخلية، الانتقال للمحافظات دي. كمان في مشكلة كبيرة في تكدس على القاهرة، إن في عدد كبير جدا بيدخل القاهرة الصبح ويخرج منها آخر النهار. لو حضرتك بصيتي على محطة القطر أو على المواصلات عموما يعني، فهنا في مشكلة كبيرة. الناس دي لازم ترجع تشتغل في المحافظات بتاعتها، ناهيك بقى عن إنه الناس دي مش بتشتغل أعمال منتجة في الأغلبية. أعمالها حتى مش موظفين والله، أعمالها مشية بينتقلوا إلى القاهرة، كمان يشوه القاهرة ويشوه بيئة العمل ويؤدي إلى العديد من الكوارث من خلال المهن الهامشية اللي هي لا تدر أي دخل أو أي إنتاج على المجتمع. وبالتالي هنا عملية التوزيع وتقليل أسباب الهجرة الداخلية ووضع بعض الضوابط للتحكم في عملية الهجرة الداخلية هيثبت لنا إلى حد ما تأثير زيادة. وأعتقد أن ده توجه الدولة بالفعل دكتورة هالة، إنشاء المدن الجديدة وتحسين الخدمات وتوفير فرص عمل وإعادة التوزيع في المحافظات المختلفة. وإحنا كلنا في انتظار 30/6 إن شاء الله. إن شاء الله نشوف بقى العاصمة الإدارية إن شاء الله التكدس في القاهرة، يعني كلنا بنحلم اليوم ده إن شاء الله قريب بإذن الله. نشكرك شكرا جزيلا دكتورة هالة منصور أستاذ علم الاجتماع، شكرا جزيلا لحضرتك. الخبر الأخير مشاهدينا بنطلعه من المصري اليوم من الصفحة الثالثة، شوقي الدكتور طارق شوقي وزير التعليم: نسعى للانتقال من الحفظ والتلقين إلى الاستمتاع بالدراسة والتعليم. وزير التعليم للطلاب: منحناكم التابلت للاطلاع على بنك المعرفة واكتساب المهارات بدلا من إضاعة الوقت والمال. نتمنى إن شاء الله أنه نظام التعليم الجديد في مصر بيؤتي ثماره، ونشوف طالب وخريج بالفعل بيعتمد على الفكر والمعرفة والتحليل مش بس الحفظ والتلقين. بالضبط، إن شاء الله نتمنى التوفيق لأبنائنا إن شاء الله وإخواتنا الصغيرين، وإن شاء الله نتمنى ليهم تكون يعني تجربة ناجحة إن شاء الله. لسه مش العنصر القريب، إحنا لسه بنلعب، أو زي ما قال دكتور شوقي إحنا بنلعب العنصر الطويل الأمد، معنا لحد 2022 إن شاء الله عشان نشوف التجربة بكل مقاييسها نقدر نحكم عليها بإذن الله. أتمنى كل التوفيق، ونخرج من فصل قصير بعد موجز الأخبار لزميلنا كلاء الجعفرية، ثم نعود من جديد لاستوديو هذا الصباح.